اعاني يعني من ابواب من ان ابواب الرزق مسدوده امامي وما اعرف السبب ابحث عن عمل لا اجد برغم اني درست وحصلت حصلت على تقدير جيد جدا تقدم لي العديد من العرسان لم يكونوا مناسبين لي سبب لي اكتئاب وضيق شديد ما الحل؟ اسير من الاردن بارك الله فيك ورضي الله عنك، اولا اختي الفاضله رزقك مكتوب وقدرك سياتي انت مجرد عليك البدل السبب لكن الله عز وجل كفن رزقك وانت ما تدرين الان اين سيكون رزقك والله جل وعلا يقول في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون فقد يكون الله عز وجل صرفك عن هذا الطريق وعن هذه الوظيفه لحكمه سبحانه وتعالى قضيه العرسان غير المناسبين هذا راجع لك يعني بعض البنات سامحيني اقول يعني تريد مواصفات يعني يمكن ما توجد إلا في الجنة ما توجد إلا في الجنة ما يصلح يعني إذا كان شاب الحمد لله على عقيدة طيبة وعلى دين وأخلاق طيبة واستقامة ويعني وإن كان عنده شيء من التقصير اقبلي به لا يلزم يعني أن يكون ما أحد أخت الفاضلة كامل فلذلك أنت تقولين غير مناسبين غير مناسبين هذا لها, تفسير لها اكثر من تفسير غير المناسب قد يكون عند بيت مناسب هذا بيت صالح لكن الاشكاليه عندنا احيانا في بعض المثاليات اللي يعيشها بعض الشباب والفتيات يريدون بمواصفات معينه وانه ما يخطئ وما عنده تقصير لا ما دام الحمد لله عنده اصل الخير والتدين والاستقامه اقبلي به واسال الله تعالى ان يرزقك اقرعي باب المولى سبحانه وتعالى وستجدين الرزق بإذن الله